في بداية الحلقة يمكن نوهنا على موضوع الوافدين إلى جمهورية مصر العربية من خلال دراستهم، خاصة دراسات يمكن الجامعية أو دراسات العليا. كانت معنا الدكتورة رشا كمال لكن الاتصال ما كان جاهز، نتأمل تكون معنا الآن على الهواء. دكتورة رشا كمال محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين في وزارة التعليم العالي المصرية، نرحب فيك ونقول لك مساء الخير ويا هلا فيك معنا في عسيف. مساء النور يا فندم. مساء النور يا فندم، ومساء النور على أهل الكويت كلهم، يعني أحبائنا من دولة الكويت الشقيقة. أهلا وسهلا بك يا أهلا ومرحبا فيك دكتورة. أهلا وسهلا فيك. واليوم كنا بنتكلم بشكل كبير وبنطاق أوسع عن الطلبة الوافدين والتعليم الجامعي والدراسات العليا في مصر. اليوم استعدادات إدارة الوافدين في استقبال الطلاب الجدد الراغبين في الدراسة بمصر، ما هي الآلية؟ طبعا اهلا وسهلا بالطلاب الكويتيين والجنسيات الاخرى للدراسه في مصر. فخامة الرئيس يرعى تطوير منظومه الطلاب الوافدين في مصر، ومعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي اطلق مبادره ادرس في مصر لتسهيل الاجراءات على الطلاب الوافدين للدراسه في مصر. فاطلقنا منصه ادرس في مصر ستارت ان ايجيبت، وبنصر على الطلاب في تقديم منصه موحده، منصة بتجمع جميع الخدمات للطلاب الوافدين في منصة واحدة. يستطيع الطالب الكويتي ان هو يقدم على المرحلة الجامعية ومرحلة الدراسات العليا، وكمان الحصول على فرص تدريبات في الصيف برضه من خلال عبر منصة واحدة، هي منصة ادرس في مصر. جميل. والجميل ان احنا سهلنا الكثير في اجراءات القبول طبعا، واستقبال الملفات الطلاب عبر البريد السريع وكل الكتروني في ظل طبعا تحديات كورونا. سهلنا على اولادنا وسهلنا عليهم التواصل من خلال قنوات التواصل الشرعيه لادرس في مصر. اذا دكتوره رشا، هذا جانب مهم من التواصل ما بين الطلاب وجامعاتهم وكلياتهم، لكن ايضا هل هناك تسهيلات اخرى تقوم فيها اداره الوافدين او اداره الوافدين؟ طبعا يا فندم احنا وصلنا ليهم هذه المنصه لما كانت كل الاعمال والاجراءات اللازمه للكويتي. يستطيع برضه الطالب الكويتي ان هو يقدم بصور المستندات على هذه المنصه، وبيحصل كمان على المعدل اللي بيترجم او بيعادل به شهادته اونلاين. ده كله بيحصل اونلاين، فده تسهيل. التسهيل الاخر الدفع الالكتروني، دلوقتي مش محتاج ان هو يروح لمكتب او لحد وسيط، هو الان بيتعامل بشكل مباشر من خلال منصه الكترونيه بها كل الخدمات. الجزء الثالث اللي احنا وصلنا عليهم بعدم النزول الى بيت الدراسه، فيستطيع ان هو يحصل اصول المستندات بعد حصوله على القبول النهائي على الموقع عن طريق البريد السريع. فهذا هو التسهيل. التسهيل الاخر ان هو في مجال الدراسات العليا بيستطيع مش يقدم للجامعه مباشره، بيقدم من خلال منصه ادرس في مصر برضه، وياخد القبول المبدئي لازم يحصل على بعثه او منحه من دوله الكويت. فبالتالي تم ما كانت جميع الاعمال وجميع قنوات التواصل. الان الجميع يعرف ان هناك تصنيفات لجامعات سواء كانت عربيه او غيرها، ما هي تقدم او تطور تصنيفات جامعات جمهوريه مصر العربيه؟ طبعا جميع الجامعات مفتوحه لاولادنا من الطلاب الكويتيين وغير الكويتيين للدراسه في مصر، لكن وزاره التعليم العالي بدوله الكويت لا تعترف الا بسبع جامعات، وهي جامعه القاهره وعين شمس واسكندريه والمنصوره واسيوط والجامعه الامريكيه والازهر. فاهلا بالطلاب والتخصصات جميعا المتاحه مثل القطاع الطبي والهندسي والحقوق والرياضه والتربيه الرياضيه والتجاره. وجميل والجديد من ذكر كمان ان احنا في ظل الكوفيد 19 اصدرنا قرارات تيسيريه من المجلس الاعلى للجامعات لابنائنا الطلاب للتيسير عليهم بطريقه التعليم الهجين، وهو التعليم بنسبه اونلاين ونسبه اخرى حضوري فيس تو فيس. جميل. دكتوره ذكرتي قبل شوي سبع جامعات معترف فيها من قبل التعليم العالي في الكويت. اللي انا اعرفه كان العدد اكبر.
طبعا طبعا احنا بنستغل هذا اللقاء الجميل اللي يا ريت طبعا وزاره التعليم العالي بالكويت ومجلس الاعتماد الاكاديمي يلقى الى هذا التقرير، وانا كنت بعت فيديو لاداره القناه لعرضه عن تطور التصنيف للجامعات المصريه، فبقى وجود 5 جامعات مصريه في اكثر 500 جامعه على مستوى في تصنيف شنغهاي على مستوى العالم، بالإضافة إلى ارتفع عدد الجامعات المصرية في الترتيب العالمي إلى 25 جامعة في 2021 مقارنة ب 22 جامعة في 2020، ورغم ذلك ما زال تحديد 7 جامعات فقط للدراسة في مصر اللي على مسكتهم الخاص. يعني أرى إن بعض الدول طبعاً يعني بتدرج الكثير من الجامعات المصرية مثل جامعة القاهرة وعين شمس واسكندرية والمنصورة وأسيوط، لكن إحنا عندنا بعض الجامعات الأخرى يعني أكثر تصنيفاً وتصنيفها عالمي متميز، بالإضافة إلى هذه الجامعات مثل جامعة الجزائر وجامعة أسوان وجامعة المنصورة وجامعة سوهاج وجامعة مدينة السادات. إذا نعم نحن في فترة في التعليم العالي بقيادة فخامة بقيادة معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبرعاية ودعم من قيادة سياسية، وبالتالي جالنا تكليف من فخامة الرئيس لتطوير منظومة الطلاب الوافدين، وده علشان جامعاتنا حدث فيها طفرة في التصنيف العالمي. طيب دكتورة بس نبي نتطرق أيضا لموضوع ثاني، هو موضوع كيفية التغلب على مشكلة الطيران، عدم وجود طيران مباشر بين الكويت وجمهورية مصر. طبعا مشكلة الطيران دي احنا واجهناها بالتعاون مع المكتب الثقافي الكويتي في القاهرة ومكتبنا المصري في الكويت وأنصار المجلس العالي لجمعيات القرارات تساعد الطلاب الكويتيين للدراسة في مصر بسهولة، وهو ان يكون بالنسبه للقطاع النظري يحصل الطالب على نسبه 50% من الحضور اونلاين من بلده، لكن لازم يحضر حضوري بعد فتح باب الطيران 50% في السفر. اما القطاع الطبي فلازم طبعا حضور 60% ويقدر يحضر من بيته ومنزله 40% اونلاين. ده بالاضافه الى في حاله غلط الطيران في وقت الامتحانات اصدر مجلس الامن جامعات قرارات لأن الطالب الكويتي يستطيع أو الطالب الواجب إن هو يتعمل ليه لجنة لجان امتحانية استثنائية يساعد الطالب إن هو طبعا يتم امتحانه إذا فات الامتحانات بسبب غلق المطارات. جميل. وهذا تذكيرا طبعا لأولادنا. دكتور يعني اليوم الدول تتغير استراتيجياتها في التعامل مع جائحة كورونا، قد يكون هناك في الكويت حجر كلي وتسكير المطارات وإغلاقها، عدم استطاعة الطلاب اليوم، هل ستكون هناك يعني مراعاة لهم لعدم مقدرتهم للسفر في يمكن أي فترة كانت، أم ستطبق عليهم سياسة واحدة على جميع الطلبة في كل أنحاء الدول؟ طبعا هي نفس السياسه اللي بتطبق على طلاب دوله الكويت بتطبق على جميع الطلاب من كل الجنسيات، لكن بنختص بعض القرارات لبعض اللي اتخذت مطاراتنا فجاه بسبب كوفيد 19. والجديد بالذكر او المثال على ذلك ان بالرغم من الكوفيد 19 اللي زاد طلاب الكويت الدارسين في مصر 3 أضعاف العام الماضي رغم ظروف كورونا، وذلك بسبب القرارات التيسيريه اللي قدرت الحمد لله منظومة التعليم العالي المصرية إن هي تتبناها في مواجهة ظروف كوفيد 19 تسهيلا على أولادنا. جميل. جميل. نعم. كل الشكر لك دكتورة، يعطيك العافية على هذه الردود الجميلة والتساؤلات اللي ممكن تهم جميع الطلبة الوافدين لدى جمهورية مصر العربية. شكرا لك، يعطيك العافية. شكرا لك.